من السودان، وجه سؤال للفنانة الكبيرة ليلى طاهر. الفنانة الكبيرة ليلى، رغم أن لك تاريخ طويل في فن التمثيل، إلا أننا لا نذكر لك إلا أعمالك في سن النضوج، فبماذا تفسري لنا ذلك؟ لا، هو اكيد انتوا بس مش واخدين بالكم، انتوا فاكرين لي حاجات قديمه كتير. فكريهم دايما. الناصر صلاح الدين، الايدي الناعمه، زوج في اجازه، مسيو حسان، الافلام الكوميدي الجميله، يعني طبعا الدبور من المسرحيات القديمة جدا اللي عملتها، سنة مع الشغل اللذيذ، يعني في أعمال كتير قوي في أول حياتي ما زال الناس فاكراها وبتكلمني عنها وكأنها لسه معمولة امبارح. يمكن لأنكم بتحبوا هذه الأعمال وفاكرينها قوي متصورين أنها مش قديمة، لا هي قديمة. يمكن هو بيقول الكلام ده مدام ليلى على أساس أن أنت قدمت عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية وكنت قريبة قوي لقلب و عين كل مشاهد حس بيكي من خلال الشخصية اللي قدمتيها في العمل الفني، فعشان كده يمكن فاكرينها أكتر. هو ده وده، يعني هما بيشوفوني دلوقتي في أعمال قريبة جديدة، وفي نفس الوقت هما فاكرين الحاجات القديمة اللي أنا ذكرتها دي وكأنها جديدة بالزبط. يعني هما مش فاكرين على أن دي أعمال قديمة. طب أنت بتفسري حضرتك أنها قديمة وكأنها جديدة بإيه؟ بأنها أعمال جيدة، أعمال حلوة، فالناس فاكراها وثابته في ذاكرتهم وعايشينها، فكأنها لسه شايفينها امبارح. يعني احنا بتعرض الدبور دلوقتي ولا يتعرض الناصر صلاح الدين، ما بنحسش ان ده عمل قديم قوي، بنحس انه الله النهارده الناصر صلاح الدين، النهارده الدبور، ونقعد نشوفه ونبقى سعداء بيه جدا وكأنه جزء مننا مش حاجه قديمه علينا. يعني اوافقك، انا فعلا ممثله تلفزيونيه من الدرجه الاولى او بالدرجه الاولى. لو قلنا ليه، هقول لأن كل ممثل بيبقى له مجال فني أساسي في حياته، ممكن يشارك في مجالات مختلفة، يعني ممكن إذاعة، مسرح، سينما، تلفزيون، لكن أحد هذه المجالات بيبقى هو الأساس. فأنا الأساس بالنسبة لي هو التلفزيون، وممكن أشارك في أعمال أخرى. طبعا ده يمكن برضو غريب شوية لأن أنا بدأت سينما، يعني وبدأت بطولة سينمائية ونجحت في السينما والحمد لله. لكن يمكن في السؤال الأولاني في أول الحلقة كده قلت لكم إنه كان حصل إلغاء العقد الاحتكار بتاعي في أول حياتي السينمائية، فحولت على التلفزيون لأني حبيت أثبت إن أنا ممثلة ناجحة ونجمة ومش محتاجة لعقد احتكار، وفي أي مجال ممكن أثبت وجودي. والحمد لله أثبت وجودي في التلفزيون وحبيت التلفزيون. ومن خلال التلفزيون أنا دخلت بيوت كتير ولقيت لي جمهور بيحبني وبحبه في البيوت كلها، وحسيت أن أنا جزء من كل أسرة، فصعب علي أن أنا أسيب كل الحب ده والنجاح ده وأقول فين السينما بقى. لا، السينما إذا جت أهلا وسهلا، لك التلفزيون مش هسيبه أبدا. طبعا حصل، بس مش كتير قوي، يعني هي الادوار اللي بتقولوا عليها ارستقراطيه هي الاكتر، او مش ارستقراطيه قوي، يعني هي الادوار الشيك يعني. لكن عملت ادوار متوسطه الحال وادوار فلاحه وادوار بنت بلد. في ايه مثلا؟ اقول لحضرتك، يعني في مثلا دوار يا زمن، مسلسل دوار يا زمن، كنت عامله بياعه عيش في حاره، وكان من الأدوار الحلوة جدا والمسلسلات اللي لقت نجاح جماهيري. عملت مثلا طارق من السماء، كنت صعيدية، وبرضو من المسلسلات اللي نجحت الحمد لله. عملت القانون لا يعرف عائشة، كنت من أسرة متوسطة وبرضو بيت متوسط في حارة وزوجة موظف على قده. يعني عملت أدوار من هذا النوع ولكن مش كتير قوي. لو سألت حضرتك عن الأدوار المركبة أو الأدوار النفسية، هل فكرتي أن أنت تقدمي أي نوع من هذه النوعيات وليكي أدوار فعلا قمت بها بنوعية زي كده؟ لا بالعكس، أنا بحبها جدا وأحب قوي الدور الصعب. يعني أنا لما يجي لي دور سهل أزعل.
عايزه تعملي حاجه جديده. اه يعني احس ان انا مش هعمل مجهود كبير فيه، ومش حاسبه وجودي ان انا فنانه قديره اقدر اعمل شيء معقد وشديد. يعني لما بيبقى دور سهل يعني بأدي ببساطه، مش محتاج للدراسه وتحضير جامد، لكن لما يبقى دور مركب بحتاج ان انا ادرسه واتقمصه قوي وادخل جواه واسال. تفتكري معانا شخصية قدمتيها وتعبتك قوي في الأداء أو في المعايشة وانت بتفكري فيها قبل ما تقدميها على الشاشة؟ أقولك، هو نجيب من الآخر كده عشان الجمهور يبقى معانا ولسه فاكر قوي، بوابة الحلواني، مسلسل بوابة الحلواني اللي اتعرض قريب، هو دوري يبدو أنه بسيط لكن هو دور مركب ومعقد جدا جدا. الجمهور طبعا فاكر الأميرة افتخار، الست الضعيفة اللي جوزها كان مسيطر عليها ومتحكم فيها تماما. كده يبدو انه بسيط، لكن اذا بصينا لهذه الشخصية، شخصية الأميرة اللي متربية في العز، قريبة الخديوي اللي من الأسرة الحاكمة وتولدت في بقها معلقة ذهب وكل رغباتها مجابة، بتيجي تتصرف تصرفات غريبة جدا وببساطة شديدة جدا. هنا التركيبة بتاعت الشخصية، انها ممكن تخطف طفلة صغيرة وتقول انا عايزاها انا اولى، خلاص دي تبقى بنتي، انتهى الموضوع، ان كل حاجة تجي لها بسهولة. فبتأدي ده، هي مش بشر، ببساطة تحقيق الرغبات. يعني هي كل اي رغبة بتعوزها بتحققها بتعملها، فهي عايزة الطفلة دي اوكي اخدها. مش مشكلة. لو انا عملت ده في الشخصية بشر وتخطيط وحكاية ما تبقاش افتخار. لكن هي الاميرة دي الطيبة قوي اللي بتعمل كل الشر اللي ممكن يتعمل ببساطة شديدة، هي دي الشخصية المركبة المعقدة اللي عايزة تتجوز واحد من الشعب وصولي وانتهازي وشرس وبيتحكم فيها وبياخد فلوسها، وهي تقول له حاضر زي بتاعت السيد. يعني ما هياش السيد دي، ما هياش أمينة بتاعت السيد، ومع ذلك هي في بوابة الحلواني افتخار كانت أمينة بتاعت السيد بالضبط، لكن من خلال بساطة شديدة وفي حتة وش، يعني هي طبيعية. يعني ما كانتش طبيعية 100%. ولذلك أنا أددها ببساطة وعفوية الوش مع الطيبة مع التركيبة المعقدة. يعني هي كده. طب لو سألتك أنت شخصيا، هل تخافي على نفسك على الصورة الجميلة اللي عرفك بيها جمهورك من شخصية معينة بتفرض عليك تغيير في الشكل أو في المظهر أو غير الطبيعة اللي عرفناكي بيها؟ طبعا يعني مش هقول لك لا، والفن اولا وبتاع، الفن اولا وانا بحب الفن وما يتطلبه الفن انا موافقه عليه، ولكن اذا كان الدور بيتطلب واحده شكلها وحش او مكعبله او عجوزه او مشوهه او طول العمل، اذا هي مش انا. يعني اساسا مش انا، لانه ممكن يتجاب شخصيه تانية فيها هذه المواصفات. طب انا جايبني ليه؟ يعني جايبيني تلخبطوني وتشوهوني وتكعبلوني ليه؟ واخدة الشخصية في جزئية معينة، لكن إذا الدور في جزئية منه بتستدعي ده، يبقى أوكي أوافق عليها جدا. يعني إذا كنت مثلا ببدأ في سني الطبيعي وبعدين أعجز وأبقى قرشانة، ما عنديش مانع أعملها. مثلا بدأت بشكل الطبيعي وبعدين حصل لها حادثة فتشوهت، ما فيش مانع أعملها. يعني كده، لكن الدور كله من أوله لآخره صح، متهيألي الناس حتى ما ترضاش. نقلنا المسرح بقى. مبدئيا أقول لكم إن أنا بحب المسرح جدا جدا. يعني أنا بلاقي نفسي قوي على المسرح، لما بقف وواجه الجمهور وأحس إنه قاعد قدامي وجها لوجه كده وبيسقف لي، أو حتى لو عملت حاجة مش عاجباه كده يبص لي بعتاب، يعني ده بيسعدني وبيحسسني بالحياة. يعني المسرح حياة، أنا بنطلق على المسرح بلا قيود. طبعا قيودي هي الدور وخشبة المسرح، إنما منطلقة
ما فيش كدر زي اللي احنا قاعدين فيه ده، يعني ما اقدرش اخرج بره قوي الكدر. ما فيش مثلا مشهد محدد بقول جملتين وستوب وبعدين ننقل الكاميرا، لا ده هي صالة وخشبة والناس قدامي وانا وهم والاجر على الله يعني. طب ليه حضرتك ما بتقدميش اعمال مسرحيه كتير؟ فده يدلك على انه يوم ما ابعد عن المسرح بيبقى مش بايدي، يبقى غصب عني. يعني السؤال ذكر انه اخر حاجه كانت زواج مستر سلامه. لا هي مش اخر حاجه، وانا عملت السنه الصيف اللي فات ده مسرحيه الزواج تاديب وتهذيب واصلاح مع الفنان عزة العليلي، وكان عمل كوميدي وظريف وكان عمل ناجح جدا، بس احنا عرضناه في الصيف بس. لسه ان شاء الله هنعيد عرضه باذن الله. فلما بلاقي عمل جيد على طول ما بترددش اطلاقا، لكن لما يبقى في عمل مثلا بيعرض عليا وطبيعه العمل تختلف مع طبيعتي انا او مع ما ينتظره مني الجمهور، يعني الجمهور دايما بيبقى له نظره في الممثل او الممثله منتظر منها حاجة، ما أقدرش أخالف قوي الناس منتظرها مني. ما أقدرش أروح طالعة مثلا في مسرحية وهاتي رقص وغنى ويبقى مسرح استعراضي وانسى التمثيل تماما وخروج على النص وحاجات، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد إسماعيل منور. بوجه سؤال للأستاذة ليلى طاهر. في المسلسل التلفزيوني عائلة الأستاذ شلش قدمتي دور كوميدي خفيف الظل، احكي لنا كيف قمتي بهذا الدور؟ هو انا حبيت المسلسل وحبيت الدور. اقول لحضرتك انه قعدنا عده اشهر في قراءه هذا المسلسل. دي هتجرني لنقطه احب اتكلم فيها، ان احنا زمان كنا في ضروره لعمل بروفات قبل البدء في عمل أي تصوير أي عمل تلفزيوني مثلا. كنا نجتمع كل العاملين في هذا المسلسل ونقرأ المسلسل والمخرج يقول لنا وجهة نظره، وإحنا إذا كان لنا وجهة نظر بنقولها، وإذا حسينا كمجموع بأن في حاجة محتاجة لتصليح أو تعديل في النص بنعملها، ونفضل نقرأ حلقة ورا حلقة ومشهد ورا مشهد، والممثلين يخشوا في بعض، يعني عارفه يعيشوا الاحداث مع بعض. يعني حتى الاداء يبقى على بنغمه واحده، يعني عامل سيمفونيه واحده فيها تجانس، ما يبقاش كل واحد في بيته بيقرا دوره باسلوب او باداء معين ويروح الاستوديو ده بيتكلم في اتجاه وده في اتجاه، ونبقى بعيدين عن بعض، ما فيش التداخل المطلوب في العمل. شلش لا، عملنا ده. كنا بنجتمع يمكن في الأسبوع 3 مرات مع المخرج والمؤلف والبطل وبعض المشتركين في العمل، ونقرأ ونقول رأينا والمخرج يقول لنا رأيه ونعيش الشخصية. من كتر هذه البروفات احنا حسينا ان احنا عيلة واحدة فعلا، واننا وانا اسمي نجية وصلاح ذو الفقار اسمه شلش، وبقينا ننده لبعض باسامينا دي. لما جينا نصور ما بقاش جديد علينا، بقينا كاننا فعلا عايشين هذا الموضوع. وبعدين الموضوع كان دمه خفيف ولذيذ وبيمس الاسرة فعلا، كل الاسر العربية تلاقي داخل فيها جزء من هذا الموضوع. فإحنا حبيناه وقدناه ببساطة وطبيعية. يمكن حتى تشوفي الأستاذ صلاح ذو الفقار كان منطلق ولذيذ جدا، يعني فكرني بصلاح من كام سنة السينمائي. أيوة، والأيدي الناعمة والأدوار خفيفة الظل اللطيفة. يعني هو بعد كده يمكن خد اللون حسب برضو زي ما قلنا المراحل الفنية والعمرية بتحدد ألوان معينة من الشخصيات. إنما شلش لا، رجعنا شوية بالشخصية المرحة اللطيفة المنطلقة، وأنا نجية المنكفة المتعبة المتعبة العصبية البتاع. ففعلا إحنا كنا عايشين أسرة حقيقية في شلش، ولذلك الناس حست بيه زي ما إحنا حسينا بيه. مدام ليلى طاهر، ده ما خلاش حضرتك تفكري انك تعملي اعمال كوميديه؟ يا ريت. هي فين؟
بما ان هذه الروح موجوده عند حضرتك وبتحبيها وبتأديها بسلاسه وبساطه كده. يعني اقول لك حاجه، انا لما بعمل عمل كوميدي انا ببقى سعيده، يعني مش ما يعني مش الجمهور بس اللي بيبقى مبسوط لما يشوف عمل كوميدي، لا انا ببقى مبسوطه يعني كده، ببقى منشرحه. فانا بسعد الناس بالاعمال الكوميدي وبسعد نفسي في نفس الوقت، لكن مش اي حاجه يعني. في اعمال اسمها كوميدي لكن هي حقيقه مش كوميدي، لكن العمل اللي مكتوب بطريقه جيده وكوميدي مش مفتعل، بسيط وطبيعي، هو ده اللي بدور عليه، ويا ليت يا ريت الاقيه كتير. يعني ياسمين بجمهوريه مصر العربيه، الفنانه يا طاهر، افتكر شفت لك فيلمين مع صلاح ذو الفقار وفيلم مع فريد الاطرش، منهم فيلم الايدي الناعمه، فهل انت صحيح مخصمه السينما زي ما بيقولوا، ولا السينما هي مخصماكي؟ هو لا انا مخصماها ولا هي مخصماني. هو طبعا يمكن انا عملت افلام اكتر من كده كتير، طبعا حوالي 30 فيلم سينما، لكن هو في الفتره الاخيره، في السنوات الاخيره، انا ابتعدت فعلا عن السينما. مش خصام، هو ما فيش دور مناسب ليا او ما عرضش عليا دور يعجبني. مش عدم تقدير ليا، لاني برضو في السنوات اللي قبل كده كان كل ما يغيبوا ويجي يعرض عليا فيلم ألقى فيلم جيد جدا، ودور بيبقى محتاج ممثلة فعلا. يعني لما أذكر مثلا فيلم الطاووس أو عاصفة من الدموع أو حكمة المحكمة أو عفوا أيها القانون، أو يعني بعض الأدوار الأخيرة اللي عملتها، تلاقيها كلها أفلام جيدة وأدوار جيدة محتاجة لممثلة. ده يعني أنه المنتج أو المخرج ما بيفتكرنيش ويدور عليا إلا إذا كان محتاج ممثلة، وده يسعدني طبعا. لكن إذا تعرض عليا كل يوم فيلم وأي كلام، يبقى ده ما فيهوش تقدير ليا. لكن التقدير الحقيقي هو إنهم يعرضوا عليا الأدوار الجيدة قليلة، ما فيش مانع، لأن أنا ما يعني أنا مش بعيدة عنكم برضو، أنا بجيلكم من خلال التلفزيون وأحيانا المسرح وساعات الإذاعة. عايزة أفتكر مع حضرتك أو تسترجعي معانا كيفية التعامل مع النجوم الكبار وانت نجمة جديدة بتبتدي أول خطوات حياتك في السينما. إزاي فنان زي الفنان فريد الأطرش أو أستاذ أحمد مظهر أو صلاح ذو الفقار كانوا بيتعاملوا معاكي وانت وجه جديد؟ شوف أقول لحضرتك، هو أنا بدأت تمثيل ونجومنا الكبار مليين الساحة، رجالة وستات، يعني سيدة الشاشة فاتن حمامة، نجمة الكبيرة شادية، الفنانة العظيمة هند رستم، العظيمة مجدة، يعني سيدات عظيمات عمالقة، الرجالة أحمد مظهر، رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار، فريد الأطرش، فريد شوقي أستاذي، وأنا بقول أستاذي بالفم المليان كده، لأنه أنا أول فيلم اشتغلته معاه وكان أستاذا وأخ في نفس الوقت. فأنا تعلمت من الأساتذة دول أولا الالتزام، ولذلك إحنا الجيل اللي تعلم من الأساتذة ما زلنا ملتزمين يعني لغاية النهاردة، بالرغم من إن يسود العالم النهاردة عدم الالتزام. خلاص بقى صفة عادي يعني، الملتزم بقى شيء غريب شوية، لكن إحنا ما نقدرش نغير ده لأننا اتربينا عليه وتعلمناه من أول يوم. فأنا تعلمت من نجمتنا الكبار ونجومنا الكبار الالتزام أولا. كنت لما اشتغل مع فاتن حمامة أبقى أنا مرعوبة لأني عارفة أنها هتروح قبلي، أحاول باستمرار أروح بدري برضو تروح قبلي. مع كل محاولاتي ما فيش مرة رحت قبليها. بتحب شغلها الفنانة العظيمة شادية، كانت تروح من بدري وأنا أروح للاستوديو عشان أدخل جري على أوضة المكياج عشان أعمل مش عارفة إيه. هي ما جاش وقت المكياج لسه، يمكن المكيير لسه ما جاش، ولاقي الفنانة شادية قاعدة في أوضتها. طب جاية بدري ليه؟ عشان تقرأ، عشان تخش في الشخصية، عشان تستعد نفسيا لأداء الدور، مش جاية على ميعاد الشغل. لأ، كانوا بيجوا بدري. مثلا فريد الأطرش كان يمكن كان معروف عنه أنه محب للحياة،
لا هو كان محب لعمله أكتر ويحترم عمله جدا جدا وبيديله كل اهتمام. أول واحد برضو يروح وآخر واحد يمشي، وزي التلميذ المطيع اللي يقعد لما المخرج يقول له اتفضل يا أستاذ، يتركل ساعة اتنين تلاتة وفي ممثل صغير أو ممثلة صغيرة بتأدي مشاهد بتاعتها هو مش مشترك فيها، لا يعترض ولا يتذمر. هذه هي طبيعة العمل. ماشي أنا جاي عشان أشتغل أوكي أتركل، وما يعوزني المخرج هيقول لي اتفضل بتفضل. يعني دي كانت صفات النجوم الكبار، بجانب بقى أنهم كانوا يحتوي الممثل الصغير ويحبوه وإحنا نحترمهم. يعني الممثل الصغير يحترم الممثل الكبير ويعتبره أستاذ ويتعلم منه، والكبير بيحتوي الممثل الصغير ويديله توجيهاته ويحبه. يعني ده شوية مش موجود قوي النهاردة. طب نقدر نقول ده بيحصل معاكي دلوقتي بقى مع الشبان الجداد اللي بيتعاملوا معاكي دلوقتي في أعمال بتظهر هنا على الشاشة؟ طبعا أنا بتعرض للموقف ده النهاردة، يعني أنا النهاردة الكبار في أجيال جديدة وشباب داخلة معاكي، فبما أني أنا الكبار النهاردة بتعرض لأني أشتغل مع وجوه جديدة شباب، وأنا فعلا بحبه وببقى عايزة أحتويهم قوي وعايزة أديهم خبرتي على قد ما أقدر. البعض بيتقبل هذا والبعض بيرفضه تماما. يرفض التوجيه والنصح هو مش نصح، أنا مش هنصح أنا مش بنصح، يعني مش لكن حاجة. لو عندي خبرة هو لسه ما مرش بيها هذا الوجه الجديد أنا بحب أديها له. يمكن مثلا مش حافظ الكاميرا كويس، الإضاءة كويس، الحركة كويس، ممكن أنا أدي مثلا ملحوظة أو أقولها له. طبعا بيبقى بحساسية وبلطف شديد جدا لأني بتعامل مع أخواتي الصغيرين أو ولادي بعتبرهم كده يعني. ففي البعض بيبقى سعيد جدا بتوجيهاتي دي أو بحبي ليهم ونقل خبرتي ليهم، والبعض بيبقى رافض. مش بيقول أنا برفض، إنما أنا بحس ده كويس، يعني عدم الاستماع، مش عايز يسمع أو مش عايزة تسمع، أو مثلا أبقى واقفة أمثل قدام حد جديد فينتهز الفرصة ويسرق الكاميرا مني عشان أنا وشي يروح بعيد ومثلا هو ياخد الكاميرا. ممكن ده يحصل يعني النهاردة. أنا كنت أقدر أعمل ده قدام أستاذ أو أستاذة من اللي أنا كنت بشتغل معهم، يا نهار أبيض ده أنا بقى قلت الخير وقلت الأدب كمان. مش ممكن يعني، لازم أنا أدي احترام وكيان وأبقى مقدرة كيان اللي قدامي تماما. فالنهاردة ده برضو نوع من الالتزام واحترام الصغير للكبير، دي موجودة في المجتمع ككل. يعني من النجوم الناجحين الكويسين الحمد لله اللي حطيتوا أسماء على الطريق. يعني فأنا بقولك يعني إحنا تعلمنا الالتزام منهم، تعلمنا الحب منهم، تعلمنا احتواء الصغير منهم، تعلمنا الإخلاص في العمل تماما، إن أنا أديله جهدي واهتمامي وإخلاصي تمام، ومش مجرد ان الفن ده وسيله لتحقيق ربح او شهره او حاجه. لا، الفن اولا والنجاح اولا، وبعدين تيجي الحاجات التانية او ما تجيش عنها ما جات بقى مش مهم. يعني ده اللي اتعلمناه. ايه دوامر من السعوديه. احب اسال الفنانه ليلى طاهر سؤال. قدمت العديد والعديد من المسلسلات التلفزيونيه مع الفنانه راحل حسن عبدين، وكانت هذه المسلسلات ناجحه حتى ظن الناس انكم متزوجان، ما سر هذا النجاح؟ هو مش بس بالنسبه لحسن عبدين، هو من قديم الازل كل ما نجمين ينجحوا في عده اعمال او يعملوا زي ما بيقولوا دويتو لازم على طول الناس تبص لهم على انه دول بيحبوا بعض او هيتجوزوا بعض او اتجوزوا فعلا. وده احنا شفناه زمان برضو يعني، كان فيه شادية وكمال الشناوي مثلا زمان وغيره وغيره يعني. فهو النجاح هو اللي بيخلي الناس تتصور قد ايه هم متقاربين في العالم. لا مش معقول ابدا يكونوا يعني، ده تمثيل، ده لازم حقيقه يعني. يعني شده الصدق في الاداء، الصدق الشديد في الاداء والنجاح فيه بيخلي الناس تصور انه حقيقه يعني. برضو الفكره دي او الـ الاعتقاد ده حصل برضو مع مثلا مع الزميل الفنان عمر الحريري، برضو عملت معاه مجموعة أعمال ناجحة، فبرضو تصوروا إنه إحنا ممكن نكون متزوجين،
ممكن برضو مع صلاح ذو الفقار اعتقد انه حصل ده. فكل ما انجح مع ممثل مع انه زوجاتهم كلهم اصحابي. لو قلنا ماذا راحت الفنان النفسية في العمل مع فنان بيحس انه هو قريب منه او عمل معه اكتر من عمل وفهمه وفهم ابعاده، هل ده بينعكس على العمل الفني اللي بتقدمه؟ طبعا طبعا. يعني هو طبعا مش انا اللي بنقي العمل او مش انا اللي بنقي النجم اللي هيشتغل قدامي، لكن لما المنتج او المخرج بيختار هذا النجم انا ببقى سعيده جدا. واذا خدوا رايي طبعا بختار النجوم اللي انا ببقى متفاهمه معاهم، هم فاهميني وانا فاهماهم، ومن كتر الاعمال اللي عملناها سوا بنبقى مش محتاجين لاني يعني ادرسه قوي. يعني عارفه لما يبقى ممثل جديد انا هشتغل معاه لاول مره او اشتغلت معاه عمل او اتنين بس، تلاقيني ابقى دايما باصه في عينيه كده ناوي على ايه يعني هيعمل ايه دلوقتي، الانفعال هنا هيبقى ازاي عشان انا ارد بحاجه مناسبه. لكن لما ابقى عامله معاه شغل كتير خلاص ببقى فهمته وهو فهمني، مش محتاجين لاننا نضيع وقت في الدراسه في دراسه بعض، لا ندرس الشخصيه احسن بقى ويبقى سهل وتبص تلاقينا متفاهمين ومفيش الغيرة الفنية كمان أو التنافس اللي ممكن يضر العمل. أحيانا لما يبقى ممثل وممثلة بيشتغلوا عمل سوا بيبقى في حتة الأنانية الفنية، يعني بيبقى كل فنان عايز هو يبقى الأحسن. لو مثلا مخرج اهتم بالممثلة الممثل يزعل شوية ويقول لا خدها كلوزات قريبه كتير قوي اكتر مني يعني لو اهتم بالممثل الممثله تقول الله طب انا ضعت كده يعني، ده حتى لو ما اتقالش يبقى جواهم. لكن لما يبقى فيه التفاهم والحب الفني ما بيبقاش ده موجود، واذا ما بقاش ده موجود العمل بيبقى احلى بكتير قوي قوي، وكل واحد منهم عايز التاني ينجح. يعني لانه نجاح زميله هيحقق له نجاح هو كمان، يعني انا لما ينجح قدامي عمر الحريري انا بنجح، المشهد بيبقى احلى وانا بنجح جنبه، انا لما بنجح هو بينجح يعني، وهكذا. عصام عبد الشافي جمهوريه مصر العربيه، واحب اسال الفنانه ليلى طاهر اللي نجحت في تقديم ادوار الام على الشاشه، يا ترى نجاحك في تقديم ادوار الام على الشاشه اللي انت نجحت فيه يعني ده نابع من انك انت ام وبتطبقي اصول التربيه السليمه مع اطفالك؟ ده سؤال عائلي بقى. لا هو طبعا مش نجاحي في دور الام لاني ام. في كثيرات نجحوا في دور الام وما هماش امهات ونعتبرهم في التمثيل امهات مثاليات، يعني زي الفنانه امينه رزق. انا عملت دور الام بصدق، يعني كل ما اخد دور ام بعيشه تماما واحس ان دول ولادي. انا بالمناسبه يعني انا عندي ابن واحد لكن في التمثيل عندي ولاد كتير قوي وفعلا بحبه حقيقي. تصوري ان انا لما بقابل حد من ولادي في التمثيل بنتقابل بالاحضان وعلى انه دول ولادي وهم يقولوا لي يا ماما، يعني ماما اهلا ونبوس في بعض كده يعني وكانه احنا فعلا اسره وعيله واحده يعني حب. بس انت بتتعاملي كأم طبيعيه في الحياه، يعني ده اسلوبك الطبيعي في الحياه في معامله ابنك او احفادك؟ نقول ما انا هقول لحضرتك، هو اصل الام في التمثيل كل مسلسل الأم لها أسلوب مختلف. يعني في مسلسل تبقى أم شديدة وعنيفة وعنفها ده ممكن يؤدي إلى مشاكل أو يبقى نوع خاطئ من التربية فيسبب مش عارفة لأولادها إيه. في دور تاني تبقى أم طيبة جدا متساهلة فممكن تضر برضو أولادها. في أم مشغولة بعملها جدا ومهملة أولادها ومش واخدة بالها. في أم مثالية جدا. فالأم في التمثيل لا يمكن تبقى هي أنا في الحياة حسب طبيعة الدنيا، لأن أنا في الحياة واحدة لكن في التمثيل أمهات كتير. أنت أي أم في دنيا مدام لي؟ يعني أنا حاولت أكون الأم الصديقة المتفهمة الحازمة. يعني أنا
احنا سمعنا كتير قوي في على اسلوب التربيه انه لازم التفاهم وان القسوه ممنوعه ولازم يبقى الاقناع واللين وان الطفل يبقى له الراي ويبقى في كلام في حوار بين الاهل. انا مش مقتنعه بده قوي يعني بقول لازم يبقى في تفاهم ولازم يبقى في لين لازم لكن لازم يبقى في شده لازم لانه الطفل الصغير ده ما هو ما يعرفش انا لازم اذا غلط مره واثنين لازم اقصو عليه شويه لازم اشد عليه شويه عشان ما يعملهاش تاني لكن هنفضل بقى نتفاهم كل مره طب وبعدين استنى لامتى في حد للتفاهم يعني. في مره من المرات لازم اديله قلم مره لكن مش على طول ضرب عمال على بطل لكن لازم في وقت من الاوقات اذا احتاج الامر اني اضرب ابني اضربه لمصلحته والضربه دي اذا كانت نادره او على فترات متباعده هتجيب نتيجه كويسه جدا لانه هيتفاداها ويحاول يتفاداها بجانب ده لازم يبقى فيه تفاهم وصداقه وكالحاجات اللي بنقول عليها انما لازم الاثنين يبقوا جنب مدام ليلى سؤال البرنامج بيطرحه الزميل جابر ناصر حضرتك تشوفيه معانا اتفضل يا اخ جابر نسال فنانتنا يقول لو قدر لك ان تعيشي في الماضي القريب او البعيد من الشخصيات في التاريخ تتمني ان تكونيها ولماذا؟ هو التاريخ فيه شخصيات نسائيه كثيره يعني وشخصيات مرموقه ومشهوره بس انا يعني عايزه شخصيه تبقى لها دور يعني دور ودور اجتماعي اكتر مين ها؟ شهر زيد يعني انا لو رجع بيا التاريخ وكنت زمان قوي قوي يا ريتني انا كنت شهر زيد شخصيه مش بتاعت حواديت يعني وبس لا دي شخصيه عظيمه جدا شخصيه خطيره شخصيه اثرت في 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 تاريخ في التاريخ كله غيرت مفهوم بلد ومفهوم ملك ويعني زي ما تقولي في الاخر هذا الملك اصبح صنعت ايديا وحياتها نايه يعني لو جاءتك هديه تذكره سفر مفتوحه اين ستسافرين ولماذا هو انا من قبل ما تجيلي التذكره دي وانا بفكر اني نفسي قوي اروح اليابان يعني هي طبعا بعيده جدا وما هياش فركة كعب عشان انا يعني اروحها كده واجي فكويس قوي ان جات لي تذكره علشان اروح اليابان هتقولي لي ليه اقول لك ليه شعب اليابان شعب جاد وطموح ومثابر وحقق نجاحات كثيره في مجالات كثيره جدا هذه الصفات بتخليني انا نفسي اشوف الشعب ده عن قرب اشوف يعني هو مثلا حقق نجاحات في مثلا في الصناعه ونافس الصناعه الامريكيه برغم نجاحها وانتشارها يعني مش بقى عمل حاجات صغيره لا ده يعني فعملها ازاي طور في هذه الصناعات واضاف اليها شيء ونسب اليه هذا التطوير وهذا هذه الاضافه فاصبح له فضل في السلعه الجديده الناجحه اللي هي اصلها امريكان ذكاء فظيع مثابرة على انه ما ييأس يعني اللي ما حققوش النهارده هيحققه بكره طبيعه بلده ما هياش طبيعه عاديه زي اي بلد حتى الطقس الجو الارض كله جديد ما هو لها طابع خاص بيها ومع ذلك استفاد من هذه الطبيعه ويقال انها من اجمل بلاد العالم اليابان انا نفسي اشوف اجمل بلاد العالم شيك على بياض اكتبي المبلغ وماذا ستفعلي به اقول لك حاجه وتصدقيني انا ما بحبش الفلوس يعني بصي هو ما حدش يصدق انه الواحد ما يحبش فلوس انما انا مش بحبها انا بحتاج لها يعني تفرق يعني احتاج الفلوس عشان اعيش كويس ما مش محتاجه لحاجه احقق احتياجاتي في الحياه بصوره معتدله جدا
لكن مش بحب الفلوس بحد ذاتها، وافرح قوي بالفلوس كده مش قوي يعني، بدل مش محتاجه لها النهارده جت او ما جاتش ما تسببليش يعني اي مشكله. لكن ممكن اذا كان ولا بد تدوني فلوس يعني ادور لها على مشروع، على حاجه نستفيد منها. وبما اني انا بحب الفن جدا، يبقى ممكن نستغل هذا الشيك اللي على بياض في تحقيق شيء فني. احنا عندنا الانتاج الفني له صعوبة، اذا كان سينمائي فاحنا بنحتاج لموزع يدي سلفيات توزيع ويتحكم في نوعية هذا العمل او يفرض رقباته في الموضوعات او الاشخاص اللي يشاركوا او الى اخره. لو انا معايا الفلوس اللي اعمل بيها انتج بيها دون حاجة الى هذا الموزع او دون حاجة الى استردادها بسرعة جدا، وانا اوزع عملي براحتي وعلى مهلي، يبقى ده جميل طبعا. هعمل اللي انا عايزاه واللي شايفاه يخدم الفن ويخدم المواطنين. دي ناحية. التلفزيون حبي. الانتاج في التلفزيون برضو له صعوبته. إذا أفراد أنتجوا بيحتاجوا لكل المتطلبات المالية من دمهم، يعني ما فيش موزع بيديله سلفية إلا إذا كان منتج منفذ، وده مش ده اللي بنتكلم عليه. المنتج اللي هو منتج هو نفسه بينفذ إنتاجه بيبقى محتاج لكم كبير من الفلوس عشان يعمل هذا المسلسل، وبعدين يبتدي بقى يوزعه على محطة محطة وبلد بلد، ودي تقول لا ودي تقول اه ودي تقول لا، انا الموضوع ده ما يتناسبش وده نحذف منه وده طويل وده قصير، وبعض المحطات تقول اه خدته بس استنوا فلوسكم بعد كام سنه، وهكذا. طبعا ده ما يتناسبش مع دوره راس المال اللي بينتج النهارده، لازم ماله يلف ويرجع له عشان يعمل عمل تاني. لكن انا لو جالي فلوس من باب الله وما كنتش محتاجه ارجعها اوام ممكن قوي اعمل اعمال اللي نفسي فيها، يعني اعمال كبيره فيها موضوعات كبيره محتاجه المصروفات واحنا مش قادرين عليها، نعملها بقى تخدم قضايانا العربيه، توضح نجاحاتنا السابقه، تاريخنا، حروبنا وما حققناه فيها، سياساتنا، كل الحاجات دي نعملها بقى، نعملها ونصرف عليها ونديها حقها ونحطها في الصورة اللي تستحقها فعلا، وبعدين تتوزع براحتها وفلوسها ترجع براحتها فأي مبلغ أنا موافقة عليه، يعني حطولي على قد ما انتوا تقدروا وأنا هعمل أعمال فنية. في سؤال آخر من الزميلة وفاء رشوان، تفضلي أخت وفاء. اختاري يوم في حياتك وكلمينا عنه. هو طبعا في أكتر من يوم، إنما نتكلم على يوم فني. أفتكر أول يوم كان المحك في إني أشتغل في التمثيل أو لا أشتغل الاختبار الفني اللي اتعملي. يعني أنا لما بدأت أشتغل أو رمسيس نجيب اختارني كوجه جديد لبطولة فيلم، الأول بيعملوا تيست صورة، اعملي وشك كده 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 حاجات كده ابتسمي كشري عيطي ماشي، ده اتعمل اوكي. بعدين عايزين بقى التمثيل، اختبار تمثيل ومشهد تمثيلي اعمله قدام، اسمه التست التمثيلي، ويشوفوا دي بتعرف تمثل بقى ولا غلسه ولا ما ولا مش واصله للناس ولا. فانا بالنسبه لي كان في محضر لي رمسيس نجيب فيلم اسمه ابو حديد عشان اقوم ببطولته اذا نجحت في هذا الاختبار. رحت استوديو نحاس، وكان المرحوم سيد بدير هو اللي بيخرج لي المشهد التست ده الاختبار، فجابوا لي مشهد من نفس الفيلم اللي همثله اذا نجحت. المشهد ده فيه ديالوج بيني وبين البطل
فريد شوقي. فريد شوقي كان بيمثل فيلم تاني في نفس الاستوديو، فقالوا له معلش يا استاذ فريد هنتعبك شويه، معلش يعني في بنت جديده عايزين نعمل لها اختبار، فتعال اقول قدامها المشهد. فطبعا ربكه شديده جدا ولخبطه كبيره جدا ان انا اختبار وقدام ممثل كبير جدا فريد شوقي وهذا النجم العملاق اللي كان في قمه مجده، يعني مش كان مثلا لسه جديد زي، لا ده استاذ عملاق. فلقيت فريد شوقي جاي ببساطه شديده ووقف، يلا ايه هنقول ايه بقى؟ هو قال هنقول ايه بقى؟ وانا برقت كده يعني انا لسه جديده على العمل الفني في الاستوديو ومتصوره يعني فريد شوقي ده لازم يبقى حافظ كل الافلام وكل الادوار وكل الحاجات فايه هنقول ايه بقى؟ فقالوا له هتقول المشهد ده. خدوا بص فيه، يلا هما مش بيصوروه، هو مش محتاج للتصوير ولا المشهد ولا الحاجه، هو انا اللي بتصور وانا الاختبار لي انا. فهو واقف بيقول الكلام وانا وشي للكاميرا قدام انا وبقول بقى الحوار عشان يشوفوا انا بعبر ازاي بتكلم ازاي. فبدا يقول الحوار ونمثل سوا، انا حافظه المشهد صم صم وبقوله بقى بتمثيل وانفعال وخوف ورهبه ورغبه في النجاح كل الحاجات، تشوف الانفعالات الكتير قوي دي. فريد شوقي بيقول قدامي لكن مش حافظ المشهد ومش محتاج انه يحفظه ولا لازم يحفظه ولا حاجه. فهو بيقول قدامي وانا منفعل قوي فغلط في الحوار، فرحت واقفه وقفت، لا وقفت وبطلت كلام وبصيت له وقلت له الكلام كذا يا استاذ فريد. ها 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 ضحك ومات من الضحك وقال دي هتعلمني وكلهم ضحكوا قالوا لا كفايه قوي الاختبار لغايه كده، لا لا كويسه ماشيه 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 وبتاع. وبعدين فهموني بقى انت عايزاه هو يمتحن يعني ولا ايه الحكايه وبتاع، بقيت مكسوفه ووشي احمر والمكياج احمر وطبعا كان يوم لا ينسى. يعني لو قدر لك ان تعيشي في الماضي، من من الشخصيات التاريخيه من الرجال تحبي انك تختاريه كزوج ولماذا؟ بما اني انا شهر زاد يبقى اتجوز شهرية، تعرف الزوج يعني ما دام انا خلاص صنعت ايديا وحياه عينيا يبقى بتاعي بقى انا موافقه عليه زوج يبقى. فنانة ليلى طاهر، في ختام لقائنا احنا بنشكر حضرتك جدا وسعداء جدا بلقائك وبنسألك سؤال البرنامج المعتاد، من انت؟ انا ليلى طاهر. انا شروات مصطفى فهمي، خريجة الخدمة الاجتماعية، الانسانة الفنانة و الإنسانة بكل ما في الإنسانية من إيجابيات وسلبيات، لأنه ما فيش إنسان كله إيجابيات ما فيش إنسان كله سلبيات، فأنا بما أني إنسانة فأنا خليط من هذه الإيجابيات والسلبيات بس إيجابياتي أكتر شوية. شكرا لنجومنا، شكرا شكرا جمهورنا، شكرا شكرا لنجومنا، شكرا شكرا جمهورنا.